السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كاف وكالعادة في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في فيديو سبيسيال برشا، خاطرنا باش نحكيوا على برودوي من بهبط في السوق اصلا، يعني برودوي مازال ماهوش ديسپونيبل في حتى سيت في العالم. اليوم باش نحكيوا على الاي داتا اكس بي جي دازل اللي هو رامات، معناها باش يركبوا في بي سي. باش نحكيوا عليهم اون ديتاي ولي زوبسيون تاعهم الكل. نعرف ماهوش ديسپونيبل تويكا في الباك خاطر مركبين في البريداتور، مهم علينا. يلا نبداو الريفيو. اول حاجه نبداو بها هي ان نعرفوا على اديتا. اديتا هي شركه تايوانيه مختصه في صنع توسكي حاجات بتاع ستورج ديفايسز، يعني حاجات باش نخزنوا فيها الداتا من دي اس اس دي، ديسك دو، رامات، كارت ميموار، كارد ريدر. عندها ديبارتمون تاع ديليت حصيلو شكشوكه، معناتها تصنع برشا حاجات، دخلت حتى في الكوابر نتاع التليفونات وبرشا حاجات اخرين. وعندها سيري سبيسيال، يعني لاين اب نتاع برودكتس من عند ايديتا، وهي الاكس بي جي لاين اب اللي معناها اي برودوي من عند ايديتا تلقى فيه لوجو الاكس بي جي، كما عندنا هوني الدازل اللي هما ديجا كانت تلاحظ انهم مبجلين اللوجو نتاع الاكس بي جي على الايديتا، حاطينه ظهر اكثر، خاطر البرودوي هذايا معناها موجه ديريكتومون للجيمرز باش يعطيو الفول بيرفورمانس في الجيمز وكل. زاد عملت قبل ريفيو على البرودويات نتاع الاكس بي جي، وزاد نتاع ايديتا عملت ريفيو على الاس اس دي الاس اكس 930 اللي هو تو راكب في البريداتور وعامل به البوت وكل، وعملت ريفيو على الاس بي 550 في بالي اس بي 610 في اس بي 610 زاد 256 جيجا. دونك هذوما لي دو اس اس دي تنجمو تعملو عليهم طلع ريفيو نتاعهم هوني هكايا شوين. ما علينا، نتعداو للرام. اديتا عندها دو سيري، العاديين اللي اسمهم بريمير والاكس بي جي الموجهين للجيمرز، ونلقاو فيهم الاكس بي جي في 1 في 2 والفي 3 واخر مخرج الزد 1 واللي اخر 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 مخرج الاكس بي جي دازل اللي تو ما هبطوا للسوق. وهذه الريفيو الاولى في العالم للدازل. نبداو نحكيو على البوكس والاسباب مجهوله. اديتا ما حطوش الاسم نتاع البرودوي اللي هو الدازل في البوكس، والتو مانيش فاهم عليه، ممكن خاطر الفيرسيون اللي عندي نتاع الريفيوز نتاع البرودكت ريفيوز، ممكن الفيرسيون نتاع الكونسوماتور التو ما عملوا لها الديزاين نتاعها، ولا ممكن باش يبدلوا، مازلت ما نعرفش. بخلاف هذايا قدامنا نلقاو تصويره نتاع الرام وزون شفافه مظهرين فيها الدازل. في الكوان اللي صار اللوطة نلقاو الفيتشرز واللي هما الثيرمال كوندكتيف تكنولوجي اللي تطيح من لي تمبيراتور وقت تعمل اوفر كلوكينج، باش تعاون معناها باش في الفولتج واللي تمبيراتور نتاع لي رام يطيحوا. مور اون ذات ليتر. بالنسبه للانتل اكس ام بي 2.0 نلقاو زاده سيبورت البروغرام هذايا باش تعمل التيونينج وتعمل اوفر كلوك نتاعك بيه، وزاده نلقاو لايف تايم وارنتي، وهذا ياكد ثقه اديتا بلي برودوي نتاعها. واهم حاجه الليد لايتس اللي هما اهم سبب يخليوك تشري لي رام هذوما. الفوق اللي صار نلقاو الكاباسيتي والفريكونسي. بالنسبه للفيرسيون اللي عندي، عندي 2.8 جيجا، يعني الكل في الكل عندي 6 جيجا، والفريكونسي 2800 ميجا هرتز. وبالطبيعه فما موديلات اخرين من دوال شانل والا كواد شانل كونفيجريشنز، ويبداو من 8 حتى ل 64 جيجا. من تالي نلقاو تفاهات التونسي عمره ما هو باش يغزر لهم، والكيو ار كود اللي يخليك تسجل برودوي نتاعك في الجارونتي. نحلوا البوكس ونلقاو بلاستيك في وسطو لي رام، واليوزر مانيول اللي ما تنجم تقراه الا ما تفرك البوكس الكل، خاطر موجود داخل مكتوب بطريقة صعيبة انك باش نجم تقراه ديريكت من غير ما تقطع البوكس وتشوفه. وهذه حاجة من غير ما تخمم مستحيل باش يعملها توزي. نتعديو للديزاين، اما باش نعمل بوز وباش نصفق على ايديت. بالحق اقوى ديزاين شفته في حياتي في رامات، حتى الكورسير دومينيتر ما يوصلوش للقوة متاع الديزاين. هذه حاجة مش عادية، اجريسيف. انا نحب العبد اللي معناها يعمل ديزاين اجريسيف، مع حتى في الفوتوشوب وكل كي نقى برشا خطوط وفازل ديجا معناها تعجبوني، حتى من الشوتس نتاعي تنجموا معناها تعرفوا اني انا عندي طابع اجريسيف في الديزاين. اما بالحق اديتا ابدعوا من ناحية الديزاين، الكل في التيم متاع البلاك ريد نلقاو خطوط اجريسيف في كل شيرة، والهيت سبريدرز اللي بدلوا الرام نلقاوهم مصنوعين بالبراشت ميتل، والبي سي بي نلقاوها كحله باش ما تفزدش المنظر نتاع لي رام ككل. في الوسط نلقاو لوجو الاكس بي جي، وكيف كيف من الفوق ما بين الهيت سبريدرز اللي شبوا برشا الاجنحه نتاع طياره. في وسطهم اهم حاجه هي الدازل ليد لايتس اللي هما باش يعملوا الاليميناسيون في الليل للدازلز هذوما. نركبوا لي رام في البريداتور، نحلوا البي سي، اند بوم ليد لايتس 4 days. الدازل يشعلوا في الروج بكلهم وفي البريذنج مود، واحدة تشعل والاخرى تطفى بطريقة متناسقة، وصدقوني
فيهم منظر مش عادي، نعرف ماهوش باش يأثر على البرفورمانس نتاع البي سي، اما بالحق معناها كمنظر عطاو هكا حاجه سبيسيال في بريداتور في الليل، وحتى معناها حتى في الصباح تنجم تشوف مخاطر بالحق اللايتس قوي بالباهي، وبالحق يعملوا برشا اتونسيون. يعني اذا كانك تلوج برشا على المنظر نتاع البي سي نتاعك من غير ما تخمم هذوما ليلك انت. قولوا لي بالحق شنو رايكم في الديزاين نتاع الدازل؟ ممكن انا وقت فولي مخي برشا وليت نهتري بيهم، اما قولوا لي شنو رايكم انتم باش نرتاح شوية. نتعديو للبنش ماركس اللي استعملت فيهم البريداتور متاعي بالكونفيغ هذية. بالنسبة للبنش ماركس بصراحة ما همش امبريسيونو، ثم برشا رامات كيما الكورسير دومينيتور، كيما الكورسير فينجس LPX، كيما اللي عندي زادة وصلتهم قبل 3300 ميجا هرتز، حتى 3500 يوصلوا مريقل، اما بالحق معناها ما زلت ما نعرفش السوم، دونك ما نجمش نحكم وإلا نقارنهم برامات أخرين كيما اللي عند أفيكسير، كيما اللي عند جي سكيل، عند هايبر إكس، ما تنجمش تقارن ما بيناتهم خاطر ما تعرفش السوم. دونك نهارة اللي يخرج السوم نجم نحكي عليه الموضوع هذايا نتاع الأوفر كلوكينج. هي حكاية ماهيش تهم الجيمرز، تهمنا احنا الفيديو إديتورز اللي يعملوا مونتاج فيديو، خاطر بالحق تحسهم كي تبدأ تعمل في مونتاج في الافتر افكتس، معناها كي تعمل في التراكينج ولا حاجة، ولا تبدأ في سوني فيغاس تحس معناها حتى في الريندر تايم تلقى تربح 15-20 سيكوند، راهو انتم تحقروها ما برشا وقت، معناها حتى نجم يربحني في وقت الابلود بعديك، وحتى في المونتاج معناها كل شيء خفيف كل شيء سنابي، ووصلتهم حتى 3400 ميجا هرتز ما قعدوش ستابل، بس صارت البي سي كراشي دونك طيحت على 3000، في 3300 تخدم ستابل مريقلة، اما انا ما نستحقش هكا الزايد معناتها 300 ميجا هرتز سبعة حتى 3000 يخدموني، البي سي نتاعي ستابل ما غير ما يكراشي كل، دونك هذاك علي خليتهم في 3000 ومش باش نستحق اكثر، وهكاك حتى عمره يدوم اكثر. دونك بالنسبة للاوفر كلوكينج it does a good job. دونك باش نلخصو، الـ ADATA-XPG Dazzle الكيت 6 جيجا 2x8 2800 ميجا هرتز عطاني بيرفورمانس مزيانة برشا، الفولتج متاعو out of the box طيارة برشا في 1.2 فولت، وبالنسبة للأوفر كلوكينج يخدم ستابل في 3300 ميجا هرتز، وأهم حاجة هوني هي الديزاين اللي هو السبب اللي باش يخليك تشري الدازل، وعطيتهم الـ Innovative Award جوست على خاطر الديزاين. بالحق بالحق ديزاين مزيان برشا، ما نعرفش علاش اما عجبني واس. اوكي الاولاد كانت هذه الريفيو نتاع الايديتا اكس بي جي دازل، قولوا لي شنو رايكم فيهم اللوطه في الكومنتيرات باش نقراهم ان شاء الله ونجاوبكم الناس الكل ونتناقش معاكم على حكايه الديزاين. وبالنسبه للريفيوات الجايين فما برشا ريفيوات وجيف ويز، حتى ايديتا قالوا لي اللي هما مهتمين باش يعملوا لكم جيف ويز، من يشافوا جيف ويز تعمل لي فتت بالحق معنا شيخوا برشا جماعه ايديتا ويحبوا يعملوا لكم جيف ويز، دونك بتقدر نعملوا اس اس دي اتش دي دي ما نعرفش، حتى ممكن رامات هذوما الله اعلم شنو باش يصير، اما حضروا روحكم فما زادة جيف ويز من عند ايديتا ومن عند ام اي سي، وحتى نشوفوا بعض ماركات اخرين. اون توكا كانت هذه الريفيو نتاع ايديتا اكس بي جي، اذا كان عجبتك حط لنا لايك، اذا كان ما عجبتكش حط لنا ديسلايك، كومنت شير اند سبسكرايب، سيرتو سبسكرايب خلينا نوصلوا 800 معنا معنا 7500 ان شاء الله نوصلوا 8000 ابوني في اقرب وقت، وان شاء الله نتقابلوا مره زي في فيديو ممكن يكون بتاع فيفا ممكن يكون ريفيو، اما علينا ان شاء الله نتقابلوا مره زي. كان معكم احمد كافو موقع تنس جيمرز، تشاو.